أما هلأ فرح ننتقل لمحطتنا الأولى لموضوع كتير مهم بهمنا كتير نحن الأمهات. عالم الأطفال وتربية الطفل أساساً مسؤولية كتير كبيرة، ومع تطور العصر اليوم بتختلف يمكن تربية الأجيال عن الجيل الماضي. بناء الشخصية هي جزء مهم كتير ومسؤولية كتير كبيرة على عاتق الأهالي في تربية طفلهم. اليوم رح نحكي عن بناء الشخصية، تكوين شخصية الطفل، ثقته بنفسه، مع الاختصاصية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير مشاهدين. كيفك اليوم؟ تمام نشكر الله. الحمد لله. نغم، لما عم نحكي نحن عن الثقة بالنفس، يعني أغلب الأهالي بيتمنوا أولادهم يتمتعوا بشخصية قوية وبثقة بالنفس. خلينا نعرف الأول شو هو هذا المفهوم. أيمتى بنقدر نحكم على الطفل أنه بيملك شخصية واثقة من نفسها أو لا؟ الثقة بالنفس هي صفة كتير مهمة عند الكبار والصغار. دائماً الطفل اللي بيتمتع بالثقة بالنفس بيكون أكثر سعادة، أكثر فرح، بيتطور أسرع من الأطفال اللي مستواهم أقل بالثقة بالنفس. يعني نحن لما بشوف أنا طفل متمتع بالثقة بيكون ناجح بمجالات الحياة، بمجالاته المهنية، بالاجتماعية، خارج طبعاً خارج البيت بيكون أكثر نجاح من غيره. وكتير حلو أنه بتحافظ على الصحة النفسية والجسدية للطفل. الطفل القوي الشخصية بيكون عنده صحة جسدية ونفسية أقوى من غيره. نحن اللي لازم نعمله وكتير ضروري دور الأهل، هو دور الأهل أهم شيء بحياة الطفل. يبدو الأب والأم بتوجيه كلمات، يعني أنا إذا كيف بدي طفل واثق من نفسه إذا أنا عم حطمه نفسيا؟ لا، بجي بوجه له كلمات كتير، مثلا أنت قوي، أنت عظيم، أنت جميل. هاي الكلمات بتعزز ثقته بنفسه. خلينا نعطي انه نقول انه هاي الكلمات عم تبني جدار الثقه يلي بيمنع اي حدا يخترق هذا الجدار. حلو. يعني نحن بهذا الكلام، ودائما الطفل ليه بيتاثر بامه وابوه؟ لانه هو بيكون هن بيكونوا محط ثقه عنده. يعني اي كلمه بيحكيها الام او الاب هن الطفل واثق بكلماتهم انه هو رح يكون وهو رح يكون قد هي الثقه اللي هن عطوا اياها. فبيجوا بيوجهوا كلمات لهذا الطفل، هو اكيد لانه واثق من نفسه ما رح يقدروا يخترقوا جدار الثقه بينهم وبين هذا الطفل. دائما نخلي الطفل نعمل له تمارين، مثلا انه نوقفه قدام المرايه. الثقه هي بتخلق معنا، لكن كيف بتصير؟ بتصير حسب التجارب اللي نحن عم نمر فيها، أساليب التربية. يعني المربي الغلط يلي عم بيواجهه الطفل ممكن يضعف له من شخصيته، ممكن يزيد هاي الثقة عنده. ليه بنقول نحن أنه دائماً يعني منشوف طفل ضعيف، خجول، هادي، صامت مثلاً، ناخده أنه قبال المراية خليه يتطلع. دائماً التآزر البصري شيء كتير مهم، بدل على قوة الشخصية. مثلاً خلينا نردد سوا، أنا قوي، أنا عظيم، أنا شاطر، أنا جميل. يتقبل أي شيء موجود فيه. دائماً نخبره أنه أنت رب العالمين خلقك، لازم تحب حالك كيف ما كنت. طبعاً. نمنع يعني هاي قوة الشخصية والثقة ما بتخلي أي حدا عم بيتنمر عليه، عم بيوجه له كلمات، ما بتخلي أي شيء يأثر فيه. بس هون لما نقول الأهل هن المسؤولين عن ترباية طفلهم بشكل كامل، اليوم مع تطور العصر للأسف يعني مش فقط الأهل اللي بيربوا، نحن نحكي عن الأجيال الماضية كان الموضوع مختلف. اليوم الكل عم يشاركك بتربية الطفل، المجتمع اللي أنت عايشة فيه، البيئة، التكنولوجيا، الروضة، أهلك، ما عاد أنت مثل الأول. يعني هي أسس كتير صحيحة لبناء شخصية الطفل، بس اليوم لتربية الطفل اللي أنا أبني شخصيته في كمان عوامل مشاركة طبعاً. معك هي قديش بتأثر ببناء شخصية الطفل؟ وأحياناً الطفل بيكون واثق من نفسه كتير، بس أمام أهله بتلاقيه مختلف مع الآخرين، خجول، يعني ما بيقدر يدافع عن حاله، مو مثل ما هو موجود، يعني عنده ثقة تامة بأهله مثل ما هو خارج البيت. طبعاً هلق نحن تأثير المحيط على الطفل هذا بيرجع أنه نحن دائماً نراقب الطفل، نراقبه من بعيد، نحن قريبين منه لكن عم نراقبه لحتى نوجهه بطريقة صحيحة. لما بيجي أنا وبخبر الطفل أنه أنا المسؤولة عنك مثلاً، أكيد حتى البيئة الخارجية حتى لو كانت مسؤولة عنه، بس بالنهاية كلمة الأم والأب. لما براقب الطفل وهو على اليوتيوب مثلاً شو عم بيتابع،
تابع شو عم يتعلم، أكيد أنا رح أقدر أحكمه ولو لعلمه الأسس المبدئية عند الطفل. وضروري نحن نكون دائماً معه، نسمعه، الحوار اللي دائماً بنحكي عنه، الحوار البناء، لحتى هو هذا الشيء يساعده ويطلع كل شيء مشاعر جواته، يعبر، ننصت لكلامه، نبتعد عن التوبيخ، لأنه دائماً السخرية من الطفل، دائماً الأمور اللي نحن بنحكيها له، الرسائل السلبية هي عم بتأثر عليه، بتخليه يطلع لبرا. ونحن لما بنعطيه هي المساحة، هلأ مثل ما تفضلتي حضرتك إنه في كتير أولاد قوية الشخصية بالبيت، لكن بس تطلع عندها خجل، هذا الخجل من البيئة، من العالم الخارجي كتير عادي، لكن بالوقت اللي هي بتستدعي إنه تكون قوية الشخصية وتدافع عن حالها، تقدر تكون واثقة من حالها وتدافع بوجود الأهل. أكيد يعني دائما بدعم الأهل، مو بالضرورة يكونوا دائما موجودين مع الطفل. نغم، بعض الأطفال يلي يمكن منشوفهم اليوم سواء من المحيط أو حتى من اختلاط أطفالنا مع باقي الأطفال، في أطفال بتحسيهم عندهم قوة شخصية أوقات مبالغ فيها لدرجة ممكن تزعج المحيط. هون كيف نقدر نحن نضبط سلوك الطفل بدون ما نكسر هي الشخصية؟ لأنه ثقة بالنفس يعني هي فعل تراكم، يعني نحن بنتعب لحتى نحصل عليه، فما بدنا نكسره، بدنا ننمي بس بطريقة صح. هلق الأطفال لما هي بتكون واثقة من حالها وتصير تتمرد على غيرها، هاي ما عاد بس اسمها ثقة بالنفس، صار اسمها غرور. تمام. وهذا الغرور من وين بناخده؟ بناخده من الأهل. للأسف صار عنا داء اسمه داء العظمة يلي عم نعاني منه هالأيام. يعني الأهل لما بيجوا بيحكوا قدام الأطفال مثلا، بيحكوا عن ماديات، بيحكوا عن إنجازات عملوها، إنجازات ما إلى قيمة أبدا، إنه نحن هيك، بيتعاملوا بفوقية مع الأشخاص الموجودين. أوريدي الطفل يتعلم منهم، يصير هو يطبق هذا الشيء، هو بيكون عم يعمل هذا الشيء بدون ما يعرف شو معناته، بدون ما يحسب الأذى اللي هو عم بيسببه لهدول الأطفال. فنحن كتير ضروري نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور. الثقة بالنفس دائما بيكون الإنسان حكيم، بيكون بيعرف يحل مشاكله. وننتبه لموضوع بدي ضوي عليه، هلق أنا إنسان قادر إني أقوم وأعمل هاي الإنجازات وواجه مشاكلي، ممكن بلحظة يجيني شعور الغرور، فأنا هون بدي أعمل ستوب، لأن لما بيدخل الغرور مع الثقة بالنفس هون بيكون بداية لفشل أي إنسان حتى لو كان قادر إنه يقوم بكل الأشياء اللي هو بده يقوم فيها. طيب خلينا نحكي عن السنوات الأولى بمرحلة الطفولة، قديش مهمة لبناء شخصية الطفل؟ يعني نحن عم نحكي عن تربية، سلوك، مسؤولية، طريقة تعامل مع الطفل، الأساس في بناء شخصية الطفل السنوات الست الأولى كيف بيتم التعامل معه؟ لأنه لما أحكي طفل، عفواً، طفل ثقة بالنفس وغرور، عم نحكي عن مرحلة متطورة. نحن عم نحكي بالسنوات الأولى، قديش بناء الشخصية مهم، كيف فيني أدعمها؟ يعني بالطفل بالسنتين ببلش يحكي، بثلاث سنين انت بتبلشي تعلمي الخطأ ومن الصح، عملية ضبط السلوك هون بتكون صعبة ومسؤولية كتير كبيرة على الأم. حتى هلق اللي أنا بدي نوه عليه إنه الثقة بالنفس مو مرحلة وبتمر. يعني أنا بكل سنة إذا أنا شعرت طبعا أنا بدي أسسها من السنوات الأولى، لكن أنا يمكن ابني يصير عمره 10 سنين، شوفوا أنه هو ما دخل بالعالم الخارجي، كان خجول، مو قدران يدافع عن نفسه، في افتح صفحة جديدة وبلش أعرف الأساليب اللي أنا بدي استخدمها مع طفلي كرمال يقدر يدخل للعالم. هلق ببدايات الأولى بعمر الطفل بيبدأ مثلا يمشي، أنا لما بيمشي وبيقع ما عليه، اتركه لحتى هو يوقف لحاله، من هون بتبدأ الثقة بالنفس. لما بيحكي أنا مثلا شو اسمك حبيبي، بتجي الأم دغري بتجاوب، كيفك، الأم بتجاوب، هي الكلمات دايما نشوفها. نغم تماما نشوفها. فأنت لا، اتركي له مساحة لابنك لحتى يجاوب، حتى لو كان كلامه مو مفهوم، حتى لو كان صوته منخفض، لا ما عليه، حبيبي اسمك حلو، شكلك كتير حلو، وصوتك كمان بجنن، يعني هذا الكلام بشجعه أكثر. بس أنا بعتبر أنه أنا عم دلل الطفل مثلاً، بروح وبعمل له حاجاته كلها، بخليه بلبسه، لا ما عليه، حتى لو طفل عمره 2 أو 3 سنين خليه لحاله. مثلاً أنا عندي بالروضة أنه ما عليه لما بيدخل الولد، العفو، منشلح الطفل الشوزات من رجلهم ومنلبسهم حفايات ليفوتوا لجوا، فلما بيجوا الأهل
انه اوكي معلي اتركه لحاله، لا ابني ما بيعرف، لا بيعرف مرة بعد مرة بيصير لحاله بيتعلم يتحمل مسؤولية، بعدين بيصير لحاله بيلبس لحاله، يعني ممكن أول مرة بياخد 5 دقائق بعدين دقيقة دقيقتين، يعني بيصير الوقت أخف بس بيعتمد على حاله. معلي مو كل شيء أنت تعملي له إياه، لأنه الدلال المبالغ فيه رح يخلي الطفل يعتمد عليك، رح تضعف شخصيته، رح حتى هو يصير إنسان غير موجود مع الأشخاص الآخرين. وهون ممكن يصطدم كمان بالأيام اللي جاية لما بيكبر بمرحلة البلوغ أو حتى المراهقة، بيصطدم يمكن بالمجتمع اللي هو ما بيدلل المجتمع طبعاً. أبداً بالعكس في عقبات كتيرة. أكيد دائماً أكيد. السؤال نغم يلي ممكن ينطرح علينا أو على صفحاتنا على الفيسبوك، إنه كيف الأم بتفرق بين الاهتمام وبين الدلال لحتى نحن نعمل ثقة بالنفس بعيدا عن الدلال يلي ممكن تكسر أي شخصية بالطفل؟ طبعا أكيد، لأن أنا بس بدي أهتم بابني بدي أجيب له الأكل مثلا، بدي عفوا لما بدي أدلله رح أجيب له أكل مثلا، هاي الاهتمام ما عليه علمه يأكل، أنه هون أنا بكون اهتمت فيه. لما بدي أجي مثلاً اهتم فيه بعطيه تياب بدلله مثلاً البس لحالك، كل هاي الأمور التفرقة بين الحاجات وبين اهتمامات الطفل هاي اللي ما عم نقدر نعملها نحن. العقوبة مثلاً، عقوبة الطفل لا أنا ما في، أنا كتير مدللة ابني ما بقدر وجه له ولا كلمة مثلاً تزعجه، لا ما أنا هون لازم وجهه بطريقة صح ليقدر يكمل. طب ما كيف بده يعرف الصح من الغلط إذا أنا خليته يستمر أو هو بعده صغير؟ يلا هاي أكثر شيء مزعجة، إنه ابني بعده صغير، يلا بس يكبر شوي بيرجع لحاله بيتعلم. كمان هذا الكلام مرفوض، لأنه الطفل من هو صغير رح يعرف شو الشيء الصح وشو الشيء الغلط ويتعلم منه. لهذا الشيء لا أبداً ما ندلل، كلنا منحب أولادنا وكلنا منحب يكونوا أحسن الناس، بس أنا بدي أفرق بين الدلال وبين الاهتمام، بهتم فيه بأكله بشربه بكل شيء، حتى بدلله أنه أنا مثلاً بشتري له هدايا بس مو بالضرورة يلا كل يوم كل يوم اشتري له هدية، كل يوم أكثر من لعبة، أنه باخده على السوبر ماركت يلا بصير الولد. طبعاً حسب التربية، في أطفال بتروح بتاخد شيبس مثلاً، في أطفال بتروح بتلم كل السوبر ماركت، طب ما هذا غلط، أنا هون بخجل مثلاً وبخليه على راحته. لا كمان هذا الكلام مرفوض، ما بخليه على راحته، معلي حتى لو الناس كانت عم تطلع ممنوع، بتاخد شغلة واحدة وبس. هاي نقطة كتير مهمة، يعني بتلاقي الأهل بياكلوا هم المحيط والناس اللي حواليهم، لا 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 أحيانا الولد بيعمل ردات فعل، لا بدك تنسي كل اللي حواليك أو أكبر بيسبحوا بالأرض بس بتاكلي هم. مثلا أحيانا بيصير تصرف مع الطفل بتكسري له عينه قدام الناس، أنا وطفلي الموضوع مختلف لو كان قدام الكل أو بموقف محرج، بس هون بدي وقف على نقطة كتير مهمة لما نحكي عن مفهوم الصواب والعقاب لبناء الشخصية، كيف فيني أتعامل مع الطفل؟ يعني عم نقول بالأول شيء بدنا نعزز ثقته بالنفس، وأنت قوي أنت حلو أنت عظيم، بس لما يكون موضوع عمل غلط أنت مثلا طبعاً. هذا الشيء بينم عن أنك شخص سيء. تمام، هون المفردات اللي فيني استخدمها كمان قديش بتأثر. أكيد. أنه أنت شاطر، انت هلا مو شاطر لانك عملت هيك، طب انت عم تقولي لي انا شاطر، كيف انا صرت مو شاطر؟ يعني تماما تماما، انه الولد ببلش يوقف هيك ما عم يفهم، هو بصير بده يفهمك شو عم تحكي انت. يعني احكي شوي هون طريقه فهم الصواب والعقاب وكيف فيني اتعامل معه مع الطفل. طبعا هلا هو الطفل لما بيخطئ رح يشعر انه هو اخطا. بدي اجي هلا في اهل شو اللي بيصير فيهم، انه انا مثلا ابني عمل هذا الخطا بضل طول النهار يلا زين عمل هيك مثلا ادم وقع الكاسه، بضل طول النهار بيوجهوا انتباهه للسلوك السلبي، وهذا الشيء اللي غلط. انا اوكي اخطا بجيبه، ودائما بكون حريصه انه انا لما بدي وجه الطفل او عرفه انه انت اخطات بيني وبينه. الغلط فينا انه نحن لما بيكونوا بجماعه عرفته هيك صار هيك عمل ابني هيك، طب ما اكيد هو رح يرجع وعيد. انا بكون عاقبته وبكون حكيت عنه بطريقه سلبيه قدام الناس وهو ما عاد رح يسمعني اساسا. لا، إذا أنا بدي كافئه بطريقة حلوة إنه أنت مثلاً عملت هذا الشيء صح، مثل ما أنا عاقبته ووجهته إنه يعمل شيء صح، بأثناء الثواب أنا بدي أعمل له كمان شيء حلو. اللي بنعمله كتير حلو إنه أنت تعملي مثلاً إنجازاته، شو عمل مثلاً منها؟ رسم رسمة، هي رسمة بسيطة بس أنا بروح وبحطها بغرفته، بروح وبيجي بصير بيشوف هي الرسمة إنه أنا هيك عملت. الامتيازات اللي عم ياخدها، الجوائز كمان، بصير هو يجمع هاي الانجازات اللي عملها وبيكون فخور بحاله
بصير عنده بخف عنده السلبيات وبخف عنده الأخطاء اللي هو عم بيقوم فيها. هلا كتير حلو نعرف نحن الطريقة الصح إن كان بالثواب أو حتى العقاب. إذا بدنا نحكي عن الطفل الانطوائي، الطفل يلي ما عنده هي ثقة بالنفس وأهله يمكن كانوا بحالة غفلة نوعا ما عن هذا الموضوع، لو بعمر متقدم نغم، لو مثل ما بنقول الصحوة إجت متأخرة، كيف نحن بنقدر نرمم هذا النقص يلي عنده الطفل ونرجع له ثقته بنفسه؟ طبعا هلا لما بيكون حسب كل عمر له شيء، مثلا خلينا نحكي على عمر 8 سنوات انه الطفل دخل للمدرسه، هون لانه دخل للمدرسه يمكن مرحله الحضانه بتكون اهون من المدرسه، وخصوصا هلا الشيء اللي نحن عم نعاني منه، بدي اتساعد سوا انا والمستبعده، بدي احطه بنوادي كثير حلو اني سجله كاراتيه انه هو يدافع عن نفسه، يكون واثق من نفسه، يلعب رياضه مثلا كره قدم، يمارس كثير من الهوايات لحتى ما يكون انطوائي، دائما ضوي عليه باي مكان هو موجود فيه، انه شفته مثلا ادم كان كثير شاطر بهذا الشيء، دائما الانطوائي بيكون هادي وصامت، ولما بيحكي ما صوته ما بتسمعي، فانت لحتى تكوني وتعلمي الجرأة لهذا الطفل بدك تجي وتخليه يعني يعيد معلي، وخصوصا بالمدرسه بتضلك بتعيد لحتى انا اسمع صوتك، لما بسمع صوته بخلي الكل مثلا بعطيه جائزه، بخلي الكل يزقفوا له، يعملوا له اي حركه لحتى يبتعد، طبعا كل هي الامور ما انا كافيه لحالها، لانه في كثير كمان امور لازم نعملها بالبيت، والاهل ما يفرقوا بين طفل والثاني اكيد، ويمكن اساسا تربيه الطفل ضمن هي الظروف طبعاً. مسؤوليه كبيره على عاتق الاهل، اكيد معك الوقت بيخسر خلاص دائما بسرعه. استاذه نغم تربيه اختصاصيه تربويه، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك نغم، نتمنى لك كل التوفيق.